صدرين فراخ يعني بما يعادل نص كيلو من صدور الفراخ، هنقطعها شرايح رفيعه زي شرايح الشاورما او تتقطع مكعبات اللي انت عايزاه. معلقتين كبار من الزبادي ده للتتبيله، ومعلقتين كبار من الخل، زيت، رشه سكر، نص معلقه صغيره من البابريكا المدخنه لو متوفره، لو مش متوفره نقدر نستخدم البابريكا العاديه، نص معلقه صغيره من الزعتر الجاف، رشة بصل باودر، رشة توم باودر، ورشة قرفة باودر، وملح وفلفل اسود. زي ما انتم شايفين كده التتبيلة سهلة وبسيطة جدا جدا. لو متوفر عندك كمان عصير برتقان حط يلا ربع كوباية من عصير البرتقان، كمان بيدي طعم حلو جدا. تمام، عشان بقى نعمل التقديمة بتاعتنا وهنقدم الفراخ بتاعتنا دي ازاي، هنحتاج لها بطاطس محمرة، هنحتاج كمان نص كوباية من البقدونس، نص كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة، بصلايه متقطعه جوانح، هنحتاج كمان كوبايه من الطماطم متقطعه مكعبات صغيره، معلقتين كبار من الخل، ونص معلقه صغيره من المرقه الفوريه، المرقه الفوريه دي مع الفراخ في التتبيله. تمام، نحاول نظبطها. ومعلقه صغيره من السماق البودر، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه صغيره من الكاري، الكاري برضو عندنا هنا في تتبيله الفراخ، وملح وفلفل اسود. تمام، يبقى للتقديم عندنا بصل، بقدونس، كزبره، طماطم، كزبره ناشفه، سماق، وعندنا الخل والبطاطس المحمره. بس كده، وتعالوا بينا يلا نتبل الفراخ بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. بدايه هنجيب طبق غويط، ونجيب كمان جلافز بقى عشان نمسك الفراخ ونبتدي نتبلها. ينفع استخدم هنا اوراك، ينفع الصدور زي ما احنا هنستخدم النهارده، التقطيع براحتك، عايزه تقطعيها مكعبات زي الشيش، عايزه تقطعيها سلايزات رفيعه زي الشاورما، مفيش مشكله في التقطيع خالص زي ما انت حابه. تعالوا بينا بقى، هبتدي اخد معلقتين من الزبادي، والزبادي بيطري لحم الفراخ، بيخليه كده معانا طري وحلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه دي؟ ونحط بقى توم باودر، وادي البابريكا، الخل، ورشه قرفه مش كبيره، يا دوبك كده ربع معلقه صغيره، الزعتر، بحط التوم، حطينا بصل وادي التوم، مرقه فوريه عشان تدي طعم حلو جدا جدا للفراخ في التتبيله، وادي رشه من السكر، وادي كمان الكاري، ما ننساش الملح والفلفل. الملح طبعا على قد كميه الفراخ اللي عندنا، طبعا كل واحد ده بيبقى على حسب التذوق، بس عاده نص كيلو الفراخ بياخد معلقه صغيره من الملح، ورشه كده من الفلفل الاسود. وتعالوا بينا يلا نقلب كويس قوي. شايفين التتبيله؟ التتبيله حلوه قوي قوي قوي، ريحه التتبيله نفسها بتبقى اكتر من روعه. احنا بس عايزين المقادير تتظبط عشان في حاجات اتحطت مش يعني، كمان الخل المفروض معانا في تتبيله الفراخ. تمام، يبقى كده حطينا كمان الخل، يبقى الخل والزبادي وكل البهارات بتاعتنا حطيناها. زي ما قلت لك تقدري تحطي كمان عصير برتقان لو متوفر عندك. وتعالوا بينا بقى ناخد قطع الفراخ بتاعتنا علشان ننزلها في التتبيله الجميله اللي احنا عملناها دي. طبعا الفراخ بتاعتنا مغسوله كويس جدا، متصفيه ومتنشفه كمان. طب ايه الفايده ان انا انشفها؟ علشان تبقى الانسجه بتاعت الفراخ ما عليهاش اي سوائل، بالتالي لما نحطها في التتبيلة تتشرب من التتبيلة على طول، وما تخفش معايا قوام التتبيلة، فالتتبيلة تبقى تقيلة طعمها أقوى وأوضح مع الفراخ. خلاص كده تبلنا، هنسيبها بقى تقعد في التلاجة ساعتين ثلاثة، لو من بالليل هتبقى حلوة. مش فاضيين ومستعجلين وعايزين نقوم نعمل الأكلة، سيبيها ساعة اتنين في التتبيلة هتبقى تحفة جدا. خلصنا التتبيل وسبناها ساعتين وخلاص، بقينا جاهزين ان احنا نشتغل على النار. يلا بينا بقى، وقع على النار يسخن كويس قوي، احط فيه معلقتين كبار من الزيت يسخنوا كويس قوي قوي قبل ما ابتدي احط الفراخ. يلا
يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. متاكده ان الدنيا تمام، الزيت سخن كويس قوي والوك نفسه كان سخن بما فيه كفايه. بينا ننزل بقى قطع الفراخ. بسم الله. افردي بقى كميه الفراخ عندك في الووك او الطاسه، خليها كلها تبقى ملاصقه لارضيه الووك علشان السخونيه تبقى واصله لكل قطع الفراخ من غير تقليب كتير. انا مش عايزه اقلب كتير، انا عايزاها تاخد الصدمه وتاخد اللون وتبتدي تلون معانا كده قبل ما ابتدي اقلبها الناحيه الثانيه. تقليب كتير يعني بهدي درجه حراره الووك جامد جدا، بالتالي قطع الفراخ هتبتدي تنزل الميه بتاعتها، وبالتالي الانسجه بتاعه الفراخ نفسها هتنشف مننا، وعلشان كده لازم نسيبها ملامسه للارضيه بتاعه الووك فتره لغايه ما احس كده ان مفيش اي سوائل نازله وابتدت تلون من تحت، ابتدي اقلبها زي دلوقتي كده. يلا بينا. بصوا خدت لون اهي زي ما انتم شايفين. قلب وافرد برضو وشويه وارجع اقلب تاني، وهكذا لغايه ما الفراخ بتاعتي تاخد اللون من غير ما يكون في اي سوائل والميه بتاعتها ما تبقاش نازله منها والدنيا عندي مش مظبوطه. على ما الفراخ تتشوح كويس، تعالوا بينا بقى نكمل وصفتنا. ومعانا ايه بقى؟ معايا هنا البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصلايه كبيره متقطعه جوانح بالشكل ده، هحط لها معلقه من السماق، وهديها كمان الكزبره الناشفه ورشه ملح ورشه فلفل علشان يبقى البصل نفسه له طعم. وابتدي ادعك بقى البصل بكل المكونات اللي احنا حطيناها عليه. هايل طبعا الدعك ده حتى بيقلل من الطعم اللاذع جدا بتاع البصل. حلو قوي كده، خلاص البصل كده جاهز معانا. تعالي يلا نضيف له كزبره ناشفه خضراء. احنا حطينا كزبره ناشفه واحنا بنحط الملح والفلفل، وادي البقدونس، ونقلب الخلطه دي جنب المشويات عامه بتبقى حلوه قوي. تعالي نحط كمان الطماطم. الله فظيعه كده الخلطه الرهيبه جاهزه معانا للتقديم. طاسه ناشفه خالص او الوك ناشف خالص ما فيهوش سوائل، يا دوبك هي الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها اللي موجوده، والفراخ بتاعتنا يعتبر كده بتتشوي او بتتحمر من غير مواد سائله نازله منها ولا حاجه عشان ما يبقاش طعمها حتى زي المسلوق. كده انا جهزت خلاص البصل، نلم حاجاتنا دي ونحضر الطبق بتاع التقديم. اوبا، ونجيب البصل بتاعنا بقى ونبتدي نخلطه كمان مع البطاطس المتحمرة عشان ننزل فوقيهم الفراخ اللي اتشوحت او اتشوت. عايز اقول لكم بقى الطعم بيبقى فظيع. يلا بينا نفضي بقى الكلام ده في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكلة سهلة وسريعة عملناها في قد إيه؟ ربع ساعة. تمام، ما أخدتش ربع ساعة والله. هو الوقت اللي هتاخده هو وقت تتبيل قطع الفراخ، اللي هو تتبيلي الفراخ وابتدي قطعي الخضار بتاعك، على بال ما تخلصي يكون الفراخ اتبلت واشتغلي على طول. عيوني حاضر. هايل كده خلاص انا مجهزه السيرفيس بتاعي او الطبق بتاعي علشان يستعد ان هو يستقبل الفراخ بعد ما تستوي تماما. خلاص الفراخ بتاعتنا استوت والدنيا تمام جدا ما شاء الله، شكلها وريحتها تحفه. نزليها بقى على الحاجات اللي احنا كنا مجهزينها، البطاطس بقى مع البصل والسماق والطماطم والكزبره والبقدونس.
كده احنا تمام جدا نقدر نقدم بالشكل ده ولا احلى من كده، جنب عيش بقى وتعملوا سندوتشات، جنب رز مبهر اللي انتوا عايزينه، جنب مكرونه مش هتقول لا. بس انا حابه كمان ان احنا نضيف لها طعم كمان، ان احنا ندخنها، فحطيت كده حته فحمه مولعه واحط عليها نقطه زيت او نقطه سمنه، اي حاجه اي ماده دهنيه عشان تطلع معانا الدخان. بس هجهز اي غطا علشان اغطي بيه علشان احبس الدخان ده، فنقطه صغيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسرعه بسرعه يلا نغطي. هايل. ونسيب بقى اكلتنا الحلوه دي تاخد طعم الشوي براحتها، ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. ايه رايكم اجيبها الناحيه دي ولا اسهل من كده؟ عملناها في قد ايه؟ ربع ساعه. وتعالوا بينا يلا نشوف بقى هنقدم معاها النهارده ايه. انا النهارده قلت اقدم معاها مكرونه. المكرونه من الحاجات السهله اللي بتتعمل في ثواني، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكل العيله بتقبل عليها، من الاكلات المفضله لدى الجميع. فتعالوا نعمل النهارده مكرونه جاريه. يعني ايه؟ يعني مكرونه اللي هي بطماطم كله في حله واحده، زيها زي المبكبكه بس بدون اضافات. هنعملها كده ايه من غير اي حاجه، هي مكرونه بس علشان هناكلها جنب الفراخ المدخنه اللي احنا عملناها. مقاديرنا بقى ايه؟ عندنا باكت من المكرونه او اتنين على حسب بقى، كل واحد بيعمل على حسب عدد افراد اسرته. هنحتاج بصله، فلفل حامي، واحد فلفل حامي، واحد فلفل رومي. هنحتاج كمان كوبايتين من عصير الطماطم، معلقتين كبار من الصلصه، معلقه كبيره من السمنه، مكعب من المرقه، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعلقه صغيره كمون، ملح وفلفل اسود. تمام. المقادير سهله وبسيطه وهتعمليها في اقل من 10 دقائق بالظبط. وكمان في طريقه اسهل، بدل ما تخرطي البصل لوحده وتعملي الفلفل لوحده، هتجيبي الكبه وتحطي البصل وتحطي الطماطم وتحطي الفلفل كله مع بعضه، وكمان ممكن فصين من الثوم واضربيهم في الكبه ويلا على طول علشان نشتغل بيهم. ده هيوفر لك وقت ومجهود. زي ما قلت الدنيا فتتحرر، وقفه المطبخ هتبقى صعبه علينا، فعشان كده بنحاول نلطف الدنيا ونخلص اكلنا سريع سريع. هنحط معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه. وزي ما قلنا مجهزين الطماطم معصورة هي، والبصل والثوم والفلفل كله في الكبة مرة واحدة علشان نخلص الدنيا أوام أوام. أحط البصل وعصير الطماطم. هنحط كمان الصلصة والفلفل الحامي اللي مفروم. هايل. وهما بيتسبكوا كده، تعالي نبتدي نضيف بقى ايه. عايزين نحط الملح ونحط البهارات بتاعتنا ومكعب المرقه ورشه السكر. يلا ايه دي مكعب المرقه، عندي كمان رشه من السكر، كمون، كزبره ناشفه، وايه دي ملح على قد كميه المكرونه، وفلفل اسود. والله على ريحه التسبيكه بدات تطلع. نقلب كله مع بعضه كويس، ولا اسهل من كده. حرفيا 10 دقائق وتكون احلى حله مكرونه جاهزه معاكي علشان تقدميها جنب اي اكله انت حباها. مجهزه الميه علشان تغلي تمام، والمكرونه بتاعتنا كمان من غير سلق، يعني كله في حله واحده كده، توفير مواعين وتوفير كمان للوقت والمجهود. الطماطم اتسبكت والدنيا بقت زي الفل. طبعا ما ينفعش اسيبها كده، نخليها متغطيه بس مواربه علشان ما تبهدلش بقى البوتاجاز لما الطماطم بتيجي في الاخر كده وهي بتتسبك وتبتدي تنطر الطماطم والزيوت اللي فيها وكده. فلازم نغطي بالشكل ده لغايه ما تتسبك تماما، وبعدين اكشف عنها بقى واحط لها الميه المغليه. انا بغلي الميه، اول ما تغلي على طول هبتدي احط الميه. كيس المكرونه او باكت المكرونه بياخد حوالي 3 ارباع لتر من الميه، وبعدين في النهايه لازم تكون الميه باينه من المكرونه حوالي سنتي.
من الحاجات المهمة اللي بتخلي المكرونة ما تعجنش معاكي ان المية اللي على النار او الشرب او الصوص اللي هتنزل فيه المكرونة لازم يكون بيغلي، ضروري جدا، ما ينفعش انزله في الصوص كده يكون بارد لانها هتعجن منك. احنا خلاص كده اتسبكت والدنيا زي الفل وريحتها هايلة، تعالي يلا نحط لها المية. خلاص اول ما نزلت الميه مغليه، هي الصلصه كانت متسبكه يعني كانت بتغلي، الميه كمان سخنه وبتغلي، حطيتهم على بعض هما الاثنين غليوا على طول، وبدات دلوقتي ان انا احط المكرونه. زي ما انتم شايفين بصوا زي مقدار الرز كده، عارفين ارتفاع الميه على الرز هو ده نفس الارتفاع. تمام، بينا بقى نغطي واسيب المكرونه عندي على النار علشان تبتدي ان هي تغلي وتتشرب. واول ما تغلي وتتشرب عندك هنا حلين، يا اما نهدي عليها النار يا اما ان احنا نطفي عليها ونسيبها. طب هتطفي عليها وتسيبيها هتستوي؟ اه هتستوي، بس ما تفتحيش عليها الغطا. هنقلب ونغطي ونروح طافيين وسايبينها بقى، هتلاقيها استوت وبقت 10 على 10 ومش هتعجن منك ابدا ابدا. احنا كده تمام؟ بصوا غليت المكرونه وزي الفل وريحتها هايله جدا، تقدري في التوقيت ده انك انت تدوقيها وتشوفي الملح بتاعها اخباره ايه، محتاجه ملح هتحط لها، مش محتاجه فخلاص الدنيا تمام. يلا بينا بقى نفتح كده على الاكله بتاعتنا اللي احنا حطينا لها الفحمايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا، الله الله، الريحة رهيبة والشكل تحفة جدا. نقدر بقى نزين عندنا مثلا نحط ايه، هي مش محتاجة الوان، كل حاجة فيها ما شاء الله حلوة قوي وملونة كده ولطيفة. تعالوا ندي كده قرن فلفل حامي ورشة بسيطة كده من البقدونس على الفراخ، بس كده زي الفل. هو الطبق كله ألوان وكله عناصر غذائية مختلفة ما بين الفراخ البطاطس الخضار اللي محطوط، فما شاء الله طبق متكامل. قلنا بقى يتاكل بالعيش، رز مبهر، مكرونه جاريه زي اللي احنا عاملينها دلوقتي على النار، فليكم مطلق الحريه. ايه، يلا نغطي بقى، يلا نغطي قصدي على المكرونه. خلاص كده اتشربت والدنيا تمام، ما ينفعش تسيبيها لما تنشف خالص علشان ما تلزقش وتشيط، علشان الصلصه من الحاجات اللي سهل ان هي تشيط منك، فلازم يكون فيها كده شويه من الصوص. وهبتدي بقى اطفي عليها خالص خالص واسيبها مطفي عليها وهي متغطيه كده 10 دقائق، ما تفتحيش عليها، هتفتحي تلاقي المكرونه بتاعتك استوت وبقت 10 على 10 ولا عجنت ولا جرى لها اي حاجه وهتبقى في منتهى الجمال. يلا بينا بقى البطاطس، احنا طافيين عليها والدنيا تمام واستوت وبقت زي الفل. بينا بقى ننزلها كده، بصوا الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزينها بصوص اكتر كتري فيها الصوص زي ما انت عايزه، تحفه ولمعتها وشكلها وريحتها اللهم بارك فظيعه ما شاء الله. زي ما قلنا ما خدتش مننا 10 دقايق حتى، ما خدتهمش. هدي رشه كزبره خضراء كده بتبقى ريحتها حلوه قوي وطعمها حلو كمان مع المكرونه وهي سخنه، بس كده.